تاريخ فلسطين بالنقاط المختصرة. فلسطين التي بارك الله فيها وحولها من فوق سبع سماوات في سورة الإسراء. فلسطين أرض الرسلات ومهد الديانات السماوية الثلاثة. فلسطين فيها المسجد الأقصى قبل المسلمين الأولى. فلسطين فيها كنيسة المهد، مهد سيدنا المسيح عليه السلام. فلسطين أبواب السماء إلى الأرض. فلسطين مهد الحضارات والثقافات العربية والإسلامية. فلسطين فيها مقبرة العزة والمحتلين لهذه الأرض المقدسية. فلسطين مصنع الرجال ومنبع الحرية لكل الأوطان. فلسطين أرض الكرامة، العلم والعلماء.